بحضور مدير التعليم الأساسي بوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة، أطلقت صباح اليوم منظمة أكرى فعاليات الحملة التوعوية حول السلام الدورة السابعة تحت شعار معا من أجل السلام في المدرسة. تقرير خليل حسن صالح. معا من أجل السلام في المدرسة، تحت هذا الشعار أطلقت مؤسسة أكرى حملتها التوعوية التي تهدف إلى انتشار ثقافة السلام ونبذ العنف الممارس ضد التلاميذ في المؤسسات التعليمية. وأثناء الكلمة الافتتاحية قال المنسق العام للحملة مالوم أبكر كايا أنه خلال أيام الحملة ستنظم عدة نشاطات تتعلق بثقافة السلام والتصدي للعنف المدرسي، وأن من أهداف مؤسسة أكرى تدريب الأساتذة والتلاميذ على كيفية العيش بسلام، كما يتم تدريب سفراء السلام وتوزيعهم في المؤسسات التعليمية. ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بريسكيلا غراسيندا غوميز أشادت بجهود مؤسسة أكرى، وقالت إن المفوضية تعمل على دعم هذه المشاريع من أجل إحلال السلام ودمج أكبر عدد ممكن من اللاجئين وإلحاقهم بالمؤسسات التعليمية عن طريق التعاون مع المنظمات الوطنية والدولية. مدير التعليم الأساسي ممثلا لوزير التربية الوطنية وترقية المواطنة ريماجي نانغاجال أكد وقوف الوزارة مع مثل هذه المبادرات، وقال أن حملة التوعية هذه تقلل من حوادث العنف المدرسي وتعمل على تهيئة المناخ المناسب لاستمرارية العملية التعليمية. وأضاف أن رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو قد وضع التعليم ضمن أولوياته من أجل نهضة التعليم في تشاد. وتعتبر هذه الدورة السابعة لحملات التوعية التي تنظمها مؤسسة أكرى، وتستمر هذه الحملة إلى 21 من أكتوبر لهذا العام. بهدف دعم سياسة الحكومة الرامية للحفاظ على البيئة، نظم صباح اليوم بدار المرأة أعضاء اتحاد النساء الإسلامي العالمي فرع تشاد يوما لغرس الأشجار من أجل مكافحة التصحر. تقرير محمد عثمان بشير. استجابة لنداء السلطات العليا على ضرورة غرس الأشجار من أجل مكافحة التصحر والمحافظة على البيئة، قام أعضاء مكتب اتحاد النساء الإسلامي العالمي فرع تشاد بعمليات غرس عدد من الأشجار بدار المرأة الكائن بالدائرة الثامنة. الأشجار اللي هنا لما قلناها هنا في ميزون دلافام ده واجب يتابعوها لغاية ما تسمر، وكل واحدة أديناها يعني الفرصة واجب تمجي شدرة كان فيها شم دربة، كان في المدرسة اللي قاعدة تقري فوقها، كان في المؤسسة اللي هي قاعدة تخدم فوقها. حماية البيئة والكفاءة ضد التصحر دي ما بتلقى إلا إذا كان كل واحد ترب شدرة والشدرة دي قمت، ما هي خلاص تربنا شدرة وخلينا لا. هذه العملية على حسب منظميها يعد واجبا وطنيا ويتماشى مع الحملات التي قامت بها الحكومة بمناسبة الأسبوع الوطني للشجرة دورة 2017. رياضيا، سلم مساء أمس رئيس رابطة كرة القدم لمدينة ميلا والأب أبيل مستندات الرابطة إلى البرلمانية السيدة بيناي أنجيلين. جرت المناسبة بملعب ميلاو الرياضي. تقرير عباس بكر مصطفى للمرة الثانية. رياضة كرة القدم تعد مرتعا لتلاحم الشباب وتوحيدهم. بناء على هذا المبدأ تم تأسيس رابطة كرة القدم لكانتون مادياغو التابع لمقاطعة مندلية، وذلك من قبل الأب أبيل منذ عام 2016. وبعد عام من إنشائها وتحديد أهدافها وخططها لتطوير الرياضة في كانتون مادياغو، قدمت الرابطة مستنداتها وخططها إلى البرلمانية مدام بيني أنجاني، وذلك لتسيير واستمرارية كرة القدم بالمنطقة. عسى يكيب تشوفورا انتو كان ما قميتو را يكيب انا دا ما يمشي قدام دورو تساعدو لأكيب نرا كان بياتو كونسي كلا قومو لم كان بيو ياتو كمام كوال اندو كوانا رجلين ولا نشو نقول قومو لم ساعدو لأي عالد وفي نهاية المناسبة تم تنظيم مباراة ودية بين فريقي اف سي مادياغو أ أمام اف سي مادياغو ب، حيث كانت المباراة متكافئة بين الفريقين وانتهت بهدف مثله. أما المباراة الثانية للنساء حيث واجه فريق اف سي مادياغو سي مع خصمه اف سي مادياغو دي، وانتهت هذه المباراة أيضا بهدف يتيم لصالح فريق اف سي مادياغو دي.
إذن هذا كل ما لدينا من أخبار المحلية حتى الساعة. أشكركم على طيب المتابعة، حتى ألقاكم، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.